من موسكو. ينضم إلينا مراسل الأخبارية رائد الأخبار. أهلا بك رائد. لأي مدى كان الحريق كبير في ظل الأنباء التي تحدثت عن احتمال انهيار المبنى؟ يعني حقيقة بعد التحية، الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية أعلن أنه ليست هناك أي شكوك في عمل تخريبي مقصود. حصل الحريق بفعل تماس إلكتروني في الأجهزة الخاصة بالتكنولوجيات. كذلك كما تفضلت 50 شخصا كانوا داخل المبنى تم إجلاؤهم بالكامل، وليست هناك أي إصابات قطعيا. نضيف هنا بأن الحريق كان تفضل رائد. الحريق كان في أحد المباني الخاصة بالتقنيات في الطابق الثالث من المبنى الإداري لوزارة الدفاع. أكد المصدر أن الحريق ليست له أي تأثيرات على التقنيات الخاصة بالوزارة ولا على النظم ولا حتى على الملفات الخاصة بالهيئة الإدارية لوزارة الدفاع. كما أن رجال الإطفاء بذلوا قصارى جهدهم من أجل حماية مكتب أو المحافظة على، هناك متحف داخل المبنى هو خاص بالمارشال أو الجنرال الذي كان في حقبة الحرب العالمية الثانية، هو جورجي جوكوف، ويعتبر مكتبه مثل متحف، حافظوا عليه. كان الخوف أن يلتهم الحريق هذا المكتب أو هذا المتحف. سيطرت حسب الوكالات، سيطرت وزارة الطوارئ، وزارة الجهات المختصة سيطرت على الحريق بالكامل. وبخصوص الانهيار، يعني أفادت وزارة الطوارئ بأن المختصين شقوا نوافذ في السقف من أجل الوصول إلى مركز الحريق، وليس هناك أي صحة لمسألة انهيار السقف أو المبنى. هناك أنباء تحدثت في بداية هذا الحريق بأن الحريق متعمد، وتصريحات من بعض المسؤولين في الحكومة. الآن لماذا يعني شهدنا مثل هذه التصريحات بأنه متعمد الآن بعد أن اتضحت، ذكرت وزارة الدفاع كما أشرت لأنها غير متعمدة؟ يعني تتباين الآراء، لكن هنا يقال يعني حسب الوكالات الرسمية، وهذا ليس هناك أي أنباء عن أن الحريق متعمد، بل إنه نتج عن تماس إلكتروني في المركز الخاص بالتقنية في المبنى الخاص بالتقنيات بالوزارة، وليس هناك أي آثار سلبية لا على الأشخاص المواطنين الموجودين ولا حتى على الأجهزة نفسها والملفات الخاصة بالوزارة. رائد هذه المعلومات المتوفرة لدينا هناك في موسكو. نعم، شكرا لك من موسكو مراسل الأخبارية رائد الأخبار.